بيبدأ الفيلم بريتشل وأنتوني وأولادهم التوأم إليوت وناثان وهم راكبين العربية وماشيين بيها على الطريق، وفجأة بيعملوا حادثة والعربية بتتقلب بيهم، وبتنهار الأم في المستشفى لما بتعرف إن ابنها ناثان مات، وبتقف هي والأب وأخو ناثان التوأم إليوت قدام قبر ناثان وهم باين عليهم الحزن. وتاني يوم بتبص الأم من شباك البيت على ابنها إليوت وهو قاعد على المرجيحة بتاعته في جنينة البيت وهو باين عليه الحزن وعينيها بتكون كلها دموع، وبيدخل جوزها الأوضة وبيقف جنبها وبيبص على ابنه بحزن، وبيقرروا بعدها إن هم يبيعوا بيتهم ويروحوا يعيشوا في البيت اللي ورثوا أنتوني من أهله على الحدود الشرقية لفنلندا. ولما بيوصلوا للبيت بتصحي ريتشل ابنها إليوت وبينزلوا يتفرجوا على البيت من برة، وفجأة ما بتلاقيش إليوت جنبها فبتجري تدور عليه وهي مرعوبة، وأول ما بتلاقيه واقف ورا البيت بتتنرفز عليه وبتطلب منه ما يبعدش عنها تاني. ولما بيدخلوا البيت بيجري إليوت للدور التاني وبعدها بينادي عليها من الدور اللي فوق وبيطلب منها إن الأوضة دي تكون أوضته فبتوافق. ولما بتبص من شباك الأوضة بتلاقي أنتوني واقف مع اتنين من جيرانهم فبتنزل هي وإليوت وبيطلعوا لهم، فبيعرفهم إن هم اتعزموا على حفلة ترحيب بيهم عند جيرانهم. وفي نفس اليوم بالليل والأم بتنيم ابنها بيسألها إليوت إذا كانوا بيحبوه زي ما كانوا بيحبوا ناثان، فبتعرفوا إن ناثان في مكان أحسن وإن هم بيحبوه زيه وأكتر. وبعدها بتلاقي معاه لعبة من لعب ناثان، ولما بيطلب منها إنها تسمح له يحتفظ بيها بتوافق. ولما بترجع ريتشل لأوضة نومها بتحكي لأنتوني عن كلام ابنها معاها وبتفهمه إن ابنهم عايز سرير تاني ناثان يحطه معاه في أوضته علشان يحس إن أخوه لسه عايش معاه وما سابهوش، فبيتنرفز عليها أنتوني وبيفهمها إن هي عايزة تعمل اللي هم سابوا بيتهم القديم بسببه وإنهم لو نفذوا طلبه يبقوا ما عملوش أي حاجة، لكن هي بتصمم على رأيها. وبعدها بتحلم إنها في جنازة ابنها وقبل ما التابوت ينزل القبر بتشوف غطاه بيتحرك فبتفضل تصرخ، ولما بتفتح التابوت بتصرخ أكتر لأن اللي بتكون شايفاه في التابوت هو ابنها إليوت. وبعدها بيصحيها جوزها وبيسألها إذا كانت حلمت بنفس الكابوس تاني، فبتقوله أيوة، وبتعرفه إنها مش هتقدر تخسر إليوت كمان، فبيحاول يهديها وبيفهمها إن إليوت هيفضل معاهم ومش هيروح في أي مكان. وتاني يوم بيعملوا شاهد قبر قريب من بيتهم وبيحطوا عليه اسم ناثان، ولما بتدفن الأم صندوق فيه حاجة ابنها بيديها إليوت لعبة أخوه اللي كان عايز يحتفظ بيها علشان تدفنها مع باقي حاجة ناثان. وتاني يوم بتروح ريتشل مع جوزها وابنها الحفل الاستقبال اللي عاملينه سكان القرية الأنتوني، وده لأن أنتوني كان مولود في القرية دي وعاش فيها كل طفولته. والغريب إن كل اللي في المكان بيفضلوا يبصوا لريتشل بصات غريبة جدا ومحدش فيهم بيفكر إن هو يقرب منها أو يتكلم معاها إلا هيلين اللي بتروح تسلم عليها وبتعرفها إن كل اللي في الحفلة مش حابينها وهيتضايقوا منها دلوقتي لأنها وقفت تتكلم معاها، وبتطلب منهم إن هما يخرجوا يتمشوا برا شوية فبتخرج معاها. ووقتها بتعزيها هيلين وبتسألها مين فيكم اللي قرر إن هو يجي القرية، فبتفهمها إنه قرار أنتوني وهي وافقت عليه. ولما بتعرفها إنها لازم ترجع الحفلة بتطلب منها هيلين إن هما يقعدوا يتكلموا مع بعض شوية، وبتمسك إيدها وبتقول لها جملة غريبة وهي إن ابنها إليوت طلب أمنية والأمنية دي تم منحها ليه. وفي الوقت ده بتسمع ريتشل صوت أنتوني وهو بينادي عليها، فبتقول لها هيلين إنها لازم تسيبها دلوقتي وبتديها الكارت بتاعها وبتقول لها أتمنى أشوفك قريب. وبياخدها أنتوني لمكان متجمعين فيه أهل القرية كلهم، وواحد منهم بيقول شوية كلام بلغة ما بتفهمهاش ريتشل، فبيعرفها أنتوني إن هما دلوقتي بيتجوزوا تاني وإن دي مراسم حفلة جوازهم، وده لأن جوازهم ما كانش في القرية. وبعدها بيطلب منها إن هما يتمرجحوا على مرجيحة الجواز كتقليد بيتعمل في كل أفراح القرية، وبيفضل إليوت واقف مع الناس، لكن فجأة بينادي على أخوه ناثان وبيجري. أما ريتشل فبتقول لجوزها أنها مش مرتاحة وبتطلب منه يوقف المرجيحة، لكنه ما بيسمع لهاش، فبتفتكر ريتشل يوم الحادثة وبيغمى عليها. وبعدها بنشوفها على الأرض وبتصرخ باسم إليوت ابنها، وجوزها بيحاول يفوقها وبقية أهل القرية عاملين دايرة حواليها. وبعد كام ساعة بيكون شكل إليوت مبهدل جدا ومامته لفاف بطانية وراكبين مع أنتوني قارب علشان يرجعوا لبيتهم. وبالليل في أوضة إليوت بتغطي ريتشل ابنها وبتعرفه إنها قدرت تلاقيه وإنها مش هتسيبه لوحده تاني، فبيطلب منها إن هو ينام في سريره، فبتعرفه إن هو فعلا في سريره. ولما بتخرج من الأوضة بيسيب السرير اللي هو نايم عليه وبيروح ينام على سرير ناثان. وفي أوضة نومها بيعتذر جوزها ليها عن اللي حصل، فبتقوله إنها مستغربة لأن إليوت مش عايز يقول لها هو
كان فين لما سابهم ومشي، وبتعرفه باللي قالته لها هيلين، فبيفهمها ان هيلين ست مختلة ومفيش حد في القرية بيحبها، فبتطلب منه ان هو يحاول يقرب من إليوت، فبيوعدها انه هيعمل كده. وتاني يوم الصبح بيمسك أنتوني صورة ناثان وبيعيط، وفي نفس الوقت بيرسم إليوت رسمة لمامته بتكون فيها ميتة، فبتسأله انت ليه رسمت الرسمة دي، فما بيردش عليها. ولما بتسأله انت عايزني اموت، بيقول لها لا. وفي نفس اليوم بالليل بتحلم كالعادة ريتشل بكابوس، فبتصحى وبتنزل للمطبخ، ولما بتشرب لبن بتلاقيه طعمه متغير، وبتكتشف ان اللبن فيه حاجة شكلها غريب وما بتبقاش عارفة هي ايه بالظبط. ولما بتبص من الشباك بتلاقي ابنها واقف لوحده بالليل على بوابة البيت، فبتطلع له وبتلاقي ان اللي واقف قدامها هو ناثان اللي بيتنرفز عليها وبيسألها ليه موتيني، وبعدها بتصحى من النوم لأن ده برضو بيكون حلم. ولما بتروح لأوضة إليوت بتلاقيه نايم في السرير التاني، فبتشيله وبترجعه سريره، ووقتها بيطلب منها ترجعه سريره تاني، وبيفهمها إن هو ناثان مش إليوت، وإن اللي مات ده هو إليوت. وبعدها بينقل أنتوني وريتشل كل حاجة ناثان بره أوضة إليوت، ولما بيحاول إن هو يمنعهم بتزقه مامته وبتوقعه على الأرض، لكن بعدها بتفضل تعتذر له. وبالرغم من إن أنتوني ما بيكونش موافق إن هما يروحوا لدكتور نفسي، إلا إن ريتشل بتصمم إن هما يعرضوا ابنهم على دكتور. ولما بيروحوا للدكتور اللي في القرية بيفهم ريتشل إن الحالة النفسية اللي بيمر بيها إليوت هي إنعكاس للضغط النفسي اللي هي بتمر بيه، وإن هي اللي لازم تتعالج، فبترفض كلامه وبتعرفه إنها جياله علشان يعالج ابنها اللي فاكر نفسه أخوه اللي مات، مش عشان يعالجها هي. وبتسيب الدكتور وبتخرج من عنده وهي متنرفزة، وبتروح لهيلين اللي بتفهمها إن أهل القرية دي مختلفين عن الناس اللي موجودين في أي مكان تاني، وإن المباني والمزارع كلها مبنية على شكل دوائر وكلهم بينتهوا عند الصخرة القربانية. وبتعرفها إن اللي بيجي لابنها بالليل مش أخوه، وبتوريها صورة لشيطان، وبتعرفها إن اللي بيجي لابنها بالليل هو شيطان الحاضن الأبدي اللي بيسكن أرض قريتهم، وإن هو مش هيسيب إليوت غير لما ياخده. فبيبان على ريتشل إنها مش مصدقاها وبتسيبها وتمشي. وتاني يوم الصبح بتروح هيلين لريتشل اللي بتقابلها في قبو البيت، وده لأن جوزها طلب منها إنها ما تشوفهاش تاني، وبتفهمها هيلين إنها مش هتسمح إن إليوت يحصل فيه زي ما حصل لجوزها اللي لما فهم اللي بيحصل في القرية بدأ السكان يمارسوا عليه طقوسهم الشيطانية. وبتوريها صورة لجوزها وبين فيها إن هو شكله مرعب، وبتعرفها إنها خدت ليه الصورة دي قبل ما يموت، وإنه كان شكله باين قدامها إنه إنسان طبيعي، لكن لما صورته ظهر إن الشيطان استحوذ عليه. ولما بينادي أنتوني على ريتشي بتمشي هيلين وبتفهمها إنها ترجع لها تاني، وبعدها بتطلع ريتشل كاميرا تصوير فوتوغرافية من حاجتها اللي في القبو وبتصور بيها إليوت اللي بيتنرفز عليها وبيطلب منها إنها ما تصورهوش تاني. وفي نفس اليوم بالليل بيقول لها إليوت إن هو ما بيحبش باباه لأنه عارف إنه بيكرهه، وبتكتشف ريتشل إن ابنها حفر القبر اللي دفنه فيه حاجة ناثان وطلع منها اللعبة بتاعته، فبتاخد منه اللعبة وبتحرقها. وبعدها لما بيصحي إليوت ريتشل من النوم بيطلب منها إنها تمشي وراه، وبيولع شمعة وبيطلب منها تبص في مراية، وبيقول لها كلمي ناثان لأنه شايفك في المراية. ووقتها بتلاقي أنتوني داخل عليها، فبتقع المراية من إيدها وبتتكسر، وبتلاقي إن ناس كتير من القرية موجودين مع جوزها، وبيقول لها أنتوني إن هم إدوا إليوت للشيطان وبدلوا معاه بناثان. ولما بتبص جنبها ما بتلاقيش إليوت، فبتصرخ وبتحاول تقاومهم لكنهم بيكتفوها وبيحطوها على الترابيزة وبيدوها حقنة، وده برضو بيكون كابوس. ولما بتصحى تاني يوم الصبح وبتنزل على المطبخ بتلاقي جوزها بيهزر مع إليوت على غير عادته، فبتكون مبسوطة جدا، بس فرحتها بتتحول لتوتر وخوف لما بتشوف أجزاء من المراية اللي اتكسرت في حلمها موجودة على الأرض جنب السفرة، فبتبتدي تشك إن اللي حصل ده كان حقيقة مش حلم. ولما بتروح السوق مع جوزها بتجيب الصور اللي صورتها لابنها، وبتتفاجئ لما بتلاقي الصور عبارة عن مناظر طبيعية بس وإن ابنها مش موجود فيها، فبتاخدهم وبتروح لهيلين اللي بتقول لها إن الوحيد اللي هيقدر يساعدهم ويفسر لهم اللي بيحصل ده هو الأب فاسيلي. وبالليل بيركبوا هما الاتنين عربية أنتوني وبيروحوا بيها للأب فاسيلي، وفي الطريق بتفهمها هيلين إن هما لسه ممكن يمنعوا الشيطان الحاضن إن هو يربط نفسه بابنها، فبتقول لها إن جوزها قال لها امبارح إن الشيطان خلاص ربط نفسه بابنها، فبتفهمها هيلين إن ده مستحيل وإن الشيطان خد سنة كاملة علشان يقدر يستحوذ على جوزها. لكن لما بتعرفها ريتشل إن جوزها قال لها إن التبادل خلاص حصل، بتفهمها إن هما لازم يرجعوا للبيت حالا. ولما بيرجعوا للبيت وبتوري لها ريتشل إليوت
بتبصلها هيلين باستغراب وبتقولها انت مريضة وبتسيبها وتخرج. وبعدها ريتشل بتحلم بكابوس تاني بيكون فيه انتوني واهل القرية متجمعين، وبيروح انتوني ناحية تابوت فيه إليوت ابنهم وبيقتله، فبتصرخ وتقريبا بتفقد الوعي، لكن هيلين بتملى طبق بدم إليوت وبتجبرها انها تشرب منه. وبعدها بتكشف بطنها وبترسم عليها دايرة بالدم، فبطنها بتكبر وبياخدوها بعد كده وبيرموها في البحيرة. فبتصحى ريتشل من الكابوس تاني يوم على صوت إليوت بينادي عليها، ولما بتحاول تخرج من أوضتها بتلاقي الباب مقفول، لكنها بتقدر تفتحه وبتشوف ناس من القرويين مع أنتوني في الدور اللي تحت. وبتفضل بعدها تدور على إليوت لحد ما بتلاقيه جوه تابوت في أوضة من الأوض اللي جوه البيت زي ما شافت في الكابوس، فبتطلعه وبتاخده وبتجري برا البيت. ولما بيشوفها أنتوني من شباك المطبخ بيطلع جري وراها، وهي بتفضل تجري هي وإليوت، بس فجأة ما بتلاقيهوش جنبها. وفي اللحظة دي بيوصلها أنتوني وبيحاول يرجعها معاه على البيت، فبتقع على الأرض وبتتخيل إن هو عايز يقتلها، فبترفع حجر من على الأرض علشان تضربه بيه، فبيقولها اقتليني أنا خلاص تعبت ومش قادر أكمل. ووقتها بتشوف إليوت فبتروح تحضنه، وهنا بيعرفها جوزها إن مفيش توأم ومفيش ولد اسمه إليوت أصلا، وإن اللي مات يوم الحادثة هو ابنهم الوحيد نثان. وبيفهمها إن يوم الحادثة كانوا متخانقين وهي اللي كانت سايقة العربية وكان معاهم ابنهم الوحيد نثان. وفي الوقت ده بيفضل إليوت يطلب منها إنها ما تصدقوش وإن هما لازم يمشوا من هنا، لكن أنتوني بيكمل كلامه وبيعرفها إن جالها انهيار عصبي بعد موت ابنهم وعزلت نفسها عن الناس لحد ما في يوم اخترعت توأم خيالي لابنهم اللي مات نثان وسمته إليوت، وإن هو لما شافها الأول مرة مبسوطة من بعد موت ابنهم بقى يجاريها إن عندهم ولد تاني، لحد ما انتشر في الشارع اللي كانوا ساكنين فيه إنها اتجننت، والشرطة اتدخلت ونقلتها المصحة نفسية ورجعت تاني لحالة الاكتئاب، فقرر إن هو يرجع لها الأمل الكذاب ده تاني وفهمها إنه هياخدها هي وابنهم إليوت وهيروحوا يعيشوا في القرية اللي تربى فيها. لكنه بمرور الوقت حس إنه ارتكب غلطة كبيرة لما خلاها تتمادى في اعتقاد إن عندهم ولد حقيقي اسمه إليوت، لإنها بقت تلعب معاه وتكلمه في البيت وفي الشارع وبتطلب منه هو كمان إنه يكون قريب منه ويكلمه معاها، وبقى حاسس إنه هو كمان هينهار، خصوصا لما بقت تتخيل إن في مؤامرة عليها هي وابنها وإن الشيطان عايز يستحوذ عليه، وبقت بتعمل بنفسها طقوس الدم وتتهمه هو والقرويين إن هم هيأذوها، وبيفهمها إنه كان بياخدها على قد عقلها لأنه بيحبها، بس ما بقاش ينفع تكمل في اللي هي بتعمله ده لأنها ممكن تأذي نفسها. وبيفهمها إنها لازم تتقبل حقيقة إن ابنهم مات وتنسى أحزانها. وهنا بيختفي إليوت وبتفتكر ريتشل لما شافت العربية مقلوبة وجثة ابنها نثان جواها، لكن إليوت بيظهر تاني وبيقولها إنه عايز يقتله وبيجري، فبتجري وراه وبيجري أنتوني وراها لحد ما بيوصلوا المخزن حبوب، وبتطلع للدور التاني علشان تدور على إليوت، فبيطلع أنتوني وراها، ولما بتشوف إليوت في الدور اللي تحت بتنادي عليه، فبيعرفها أنتوني إن مفيش حد تحت، وبيفتح آلة جمع الحبوب فبتنزل الحبوب كلها في المكان اللي المفروض إن إليوت واقف فيه، فبتزق أنتوني وبيقع على الأرض من الدور التاني وللأسف بينزل ميت. ولما بتنزل ريتشل بعدها تدور على إليوت تحت الحبوب مش بتلاقيه، ولما بتتأكد إنها قتلت جوزها بتصرخ. وبعدها بنشوفها واقفة قدام شاهد قبر مكتوب عليه اسم أنتوني وجنبه شاهد قبر تاني مكتوب عليه نثان. وبعد ما الناس بتمشي بتمشي هي كمان وبتركب عربيتها، فبتشوف أنتوني قاعد جنبها وبيقول لها دلوقتي أنا اتحررت، وعلى كنبة العربية اللي ورا بيكون قاعد نثان وإليوت. وبكده بتعيش ريتشل جوه عالم خيالي مع جوزها وولادها التوأم اللي محدش شايفهم غيرها. لو عجبك الملخص ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب لقناة اليوتيوب ولصفحة الفيسبوك، ولو بتحب الملخصات الكوميدية تابعوني على قناة وصفحة مروة القاضي.